اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفينا. معنا الاستاذ مساعد الصيمي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي ومدير تحليل الشؤون الرياضيه بصحيفه الشرق الاوسط. مساء الخير ابو احمد. مساكم الله بالنور. الله يحييك. شكرا لوجودك معنا. والله انا اللي سعيد بتواجدي معك. استاذ احمد المصابيح الكاتب الصحفي والناقد الرياضي ونائب رئيس لجنه الاعلام والاحصاء. مساء الخير ابو تركي. حياك الله استاذ تركي. حيا الله استاذ مساعد. مشاهدي الكرام كل عام بخير وتقبل الله ان شاء الله من الحج حج حج وبر. امين يا رب. الشباب اليوم عشان اخر حلقه قبل التوقف مو مخلين ورقع على خاطرهم ما طلعوها. معطيني مذكرات. كيش. نبدا باخبار شوت. ابدا ب ابو تركي لانه انت اليوم مريض وتعبان. شاكرين لتواجدك معنا في البرنامج رغم ان انت يعني صحتك شوي تعبان اليوم. الأمانة العامة تفتح أبواب غربلة الاتحاد السعودي. الأمانة العامة تفتتح أبواب الغربلة. في أخبار تقول انه في غربلة راح تصير في الاتحاد السعودي لكرة القدم وانه راح تبدأ بالأمانة العامة. في أخبار أيضا تحدثت انه أحمد صادق دياب في طريقه للأمانة العامة. والله أنا قرأت مثلك يعني قرأت لكن أنا شيء رسمي ما أدري عن شيء بصراحة. لكن اللي يعرف إن في تغيير يعني أتوقع الواحد كل أسبوع أو كل بعد كل شهر يكون في خطوات تغييرية. وهذه خطة الأمير فيصل من أن يعني تقلد المنصب كرئيس عام أو كرئيس اتحاد السعودي لكرة القدم إنه لازم في عجلة التغيير استطال من يعني أعطى وكثر خيره. أو خلينا نجي نحط الموضوع عند صحفي لأنه أنا أعرف إنه أنت موقفك شوي يكون محرج عشان أنت نائب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء. حتى لو في خبر ما تقدر تعلنه أو تتكلم عنه إلا إذا صدر بشكل رسمي. خلينا نشوف رأي أبو أحمد في الموضوع. أولا كل عام أنتم بخير وأبو تركي بخير إن شاء الله صحة طيبة. الحقيقة التغيير شيء لا بد منها يعني الفترة الحالية يعني سواء الفترة الحالية أو مستقبل العمل. لكن اللي نعرف أنه يعني الاتحاد السعودي كرة القدم استمر على وتيرة واحدة أو حتى من خلال القيادات أنه يحتاج إلى ضخ دماء جديدة. يعني الحقيقة هناك من يتحدث عن الأمانة العامة اتحاد كرة القدم. نعرف انه ما زال الاخ عبد الله السالي مكلف في العمل لكن يعني الحمد لله رب العالمين عبد الله السالي لديه القدره والكفاءه. انا اعرف الحقيقه انا ما اعرفه بشكل شخصي لكن اللي سمعت عنه انه رجل قيادي وعملي. اي نعم انه لا يحب الظهور في يعني في الاعلام لكن يظل الرجل له قيمه عمليه كبيره من خلال حتى اشادات الناس اللي تعاملوا معه. لكن بصفة عامة الكرة السعودية تحتاج إلى نهضة، تحتاج إلى عمل يعني نهضة من خلال القيادات البشرية من خلال الأسماء الجديدة. الآن كل شيء متغير. أنت لا تستطيع أن تركن على يعني أفكار يعني استمرت 30 سنة أو 25 سنة. أنت تحتاج إلى قيادات شابة الآن يعني تستطيع أن تتعاطى مع الآخرين، تتعاطى مع المتغيرات اللي في العالم الآن. يعني بصراحة احنا انا أؤمن أو أثق تماما أنه في تغييرات لأنه في أشياء أو اسقاطات أضرت بالكرة السعودية حتى غير أنه يعني مبدأ التغيير. لكن أنا مثلا زي لجنة أو لائحة الاحتراف الجديدة أو لائحة الانضباط الجديدة أو غيرها أشياء الحقيقة اتفقنا جميعا على أنه هناك عمل متسرع في الاتحاد. يعني حتى هناك إشارات وإضاءات من خلال اختلاف مع الأندية وغيرها اكتشفنا في الأخير أنه كنا نحتاج إلى ناس أكثر دقة ويعني أفضل حضور من خلال التعاطي مع هذه الأمور. أنا أثق أنه الأمير نواف فيصل مقبل على فترة يعني مقبل ان شاء الله. مواصفات المرحله الجايه ابو احمد سام. مواصفات المرحله الجايه من الشفافيه يعني مواصفات اهم شيء الشفافيه انه كل شيء متاح للجميع. انه انت لما تصدر لوائح كل شيء انه يستطيع ان يفتي فيها اي شخص لانها متاحه واضحه. الجانب الاخر القدره على التعاطي. يعني انا اشوف مثل بعض قيادات الاتحاد يعني بكل اسف انا ما اعمم لانه في منهم ناس كثيرين يعني قادر على حتى انه يقدم نفسه بشكل جميل لكن اشوف انه كانه لا هو الوحيد اللي يملك المعلومه كانه هو الوحيد اللي لديه القدره على انه يقنع الاخرين ما يفهمون هو اللي يفهم. بصراحه يعني بصفه عامه احنا الحقيقه ضغطنا على الامير نواف فيصل كثير خلال الفتره السابقه مع انه لم يتسلم المنصب او انه ما كان في المنصب لعده اشهر. ويعني هو استحملنا الرجل لكن احنا نتمنى عليه من خلال يعني الان مشوار الجديد والرؤيه الجديده وبعد ما تتضح اشياء كثيره انه الامور تاخذ مجراها الطبيعي ايش نحو الافضل ان شاء الله. ابو احمد خلينا نسالك عن هيئه دوري المحترفين تعيد جوائز الافضليه باليه رعايه جديده. اكيد عندك معلومات عن الموضوع.
بإذن الله يعني هي توقفت السنة هذه، لكن إن شاء الله في راعي جديد لا يمكن أطعمه والله ما يعني ما أعرف هويته أو اسمه، وهذا مقلب من عوض الصقور، لكن من مشكلة في إن شاء الله في إن شاء الله شركة حترعى الجوائز هذه، بس ما أدري مع بداية الدور الثاني حتى الآن أخذوا عطف. هي توقفت يعني جوائز زين؟ هي توقفت الموسم هذا بداية الدور الأول توقفت ونازل فيها. توقفت أنت العقد ولا أنتوا أوقفتوها في اتحاد القدم أو لا اتحاد القدم ما له دخل، اللي هي شركة المحترفين، شركة المشغلة الصلة بالتعاون مع هيئة المحترفين وزين طبعا. هم اللي أوقفوا ولا انتهى عقدهم خلاص؟ لا ما انتهى عقدهم، هم رأوا أن الموضوع يستحق أو الهيئة هيئة دور المحترفين المسؤولين فيها يرون الآلية تحتاج إلى تفعيل أفضل، آلية التصويت، آلية التصويت، آلية أيضا وصول الجائزة في وقتها، لأنه صراحة وضع الهيئة في حرج أنه أندية يعني فازت بجوائز لاعبين وكذا حتى الآن لم تستلم الموسم الماضي. فهذا يحتاج إلى إعادة نظر، وإن شاء الله بإذن الله الأحد في الفترة القريبة العاجلة. ليش في دائما مشكلة أبو تركي في كل الشركات الراعية اللي تابعة اتحاد القدم سواء شركات النقل التلفزيوني السابقة أو في الشركات الراعية الحالية؟ دائما عند الأندية مشكلة في استلام الحقوق، ودائما عند اتحاد القدم مشكلة أو يدور المحترفين في تحصيل هالحقوق من الشركات. صحيح صحيح أنا معك، لكن والله شو أنا مريض يعني أتكلم أتكلم بحزن دراما يعني ما عندي يعني أنا متفاجئ حتى لما قربت من العمل توقعت يعني فيه شيء بطل عليه بعرف إيش السبب. أنا كنت بعيد أقول ليش الأندية تتأخر، لكن لقيت حتى الأيام يعني ضعيفة حيلتهم يعني ما يدري يعني حتى الآن لم يجدوا حل مناسب، ولكن وقلت هذا أعلنت قبل فترة أنه إن شاء الله مع كل خمس جولات هذه نوع من العلاج، كل خمس جولات كل فريق يأخذ حقوق المادية حتى لا تتراكم، هذه طبعا غير الجوائز. طيب أبو أحمد أنت كيف تشوف هالموضوع؟ يعني أنت مجد تكلم عن هيئة دوري محترفين، تكلم عن شركة أيا كانت الشركة من الشركات الكبار وتأخذ يعني اسمه يتم تداوله في أحيانا كل المباريات ولا في كل المسابقات، ولما تجي تطلب حقك منها عشان تعطيه للأندية يكون في تأخير، ايش الاجراء اللي من وجهه نظرك انت كصحفي انه انا اجبر الشركه هذه؟ العقد شريعه المتعاقدين، انت مثلا لا تجبرها ولا يجبرك، انت عندك عقد وتطبق العقد الا اذا كانت صياغه العقود تعطي مساحه وتعطي مساحه كبيره للطرف الف يعني او الطرف باء، تعطيه الشيء اللي يمكنه من انه يؤجل حقوق. الان حقوق التلفزيون وحقوق النقل انا اعتقد انه يعني إلى يومين، ونسمع حتى رؤساء أندية يشكون أنه يعني مخصصات أموال لهم مستحقة وليست مخصصات، مستحقة لهم أنه ما سلموها إلى الآن. المشكلة في بنود التعاقد والعقود، من اللي وضع هالعقود؟ أنا أرجع للإدارة المالية في الرئاسة العامة أو في اتحاد كرة القدم، من هو المسؤول عنها؟ كيف وضعت السياق للتعاقد هذا؟ ارجع واطلع عليها. أحرج اتحاد القدم، أحرج هي دور المحترفين هذا الموضوع؟ يا أخي أنا أعتقد أنه الاتحاد أحرج نفسه، لأنه وضع يعني وضع يمكن قد يكون اللي وضع العقد أو اللي وكل على وضع العقد أنه لم يحسن الأمر، إذن هي مسؤولية اتحاد كرة القدم، أحرج نفسه ولم يحرج هو. أنت الآن يعني مع تنامي الشك وتنامي الأمور اللي تنادي بإعطاء المستحقين مستحقاتهم، يفترض أنه لك صياغة ولك يعني ولك عمل معين. انت يعني انا اتمنى انه يعني اعرف وش الاداره الماليه اللي قامت بهالعمل ذاك. كان في معنا مقال في بين قوسين قبل اذا ماني غلطان شهر، ولما كانوا يتحدثون انه على الانديه ان تخرج قوائمها الماليه، تحدث والله ما اذكر من اللي كتب المقال، يبدو لي الذايدي كتب مقال يتحدث فيه عن انه ليش هي الدوري المحترفين طيب ما طلع قوائمها الماليه. يعني مشاري الذايدي لا مشاري الذايدي كاتب سياسي، لا محمد الذايدي، محمد الذايدي في صحيفة الرياضي كتب مقال انه ليش الدور المحترفين ما تطلع قوائمها المالية، لانه في تحصيل والناس تبغى تعرف. يعني اذا كان في شركات ما هي قاعدة تدفع، لانه انا متأكد تماما انه هيئة الدور المحترفين تقع في حرج كبير امام الاندية، خصوصا لما يخرج رئيس نادي ويطالب يعني ويشكل ضغط إعلامي. هو الآن الأمور تؤخذ ما تؤخذ بالنظام أكثر ما تأخذ بالود، لابد أن وهذا أنا يعني فلسفتي أنا ودائما أوصل للمسؤولين في هيئة المحترفين، لابد أنه تبنى جسور من الود مع رؤساء الأندية في شفافية في وضوح، بالذات خصوص الأمور المالية اللي ما يمكن رئيس نادي يتنازل عنها أو يتجاهلها، لأنه يعني يتحمل مسؤولية نادي كبير أو نادي بنشاطاته. اللي أنا أعرفه أنه قريبا إن شاء الله سيعلن وستعلن كل الأمور هذه اللي طالب بها الزميل محمد أو غيره، أنه حيكون في قوائم مالية تعلن، حتعلن المصروفات كيف، الموارد كيف تصرف، بوضوح إن شاء الله قريبا إن شاء الله على لسان الرئيس
اللي هو الأمير نواف فيصل رئيس هيئة الدول المحترفين. طيب معلش عفوا بس في نقطة يعني أنا استكمال كلام أبو تركي، ترى على فكرة أنه إحنا نتكلم على الأندية على أنها منتظرة حقوق، هي شريك في العمل. يعني الأشياء اللي تسويها هيئة الدول المحترفين مع كل الاحترام والتقدير طبعا، هي يعني تتحدث عن شراكة، الأندية هي أساس العمل، هي محور العملية. يفترض حتى أنه يعني إذا خلنا نأخذها بأبعد يعني من خلال التغييرات المستقبلية اللي نتمنى، أنه مجموعة رؤساء الأندية هذول أعضاء في الهيئة موجودين في الهيئة، يطلعون ويوقعون وعقود وأشياء يشرفون عليها ويشرفون على أشياء حقوقية كثيرة. المسألة يعني احنا تأخرنا كثير الحقيقة، يعني حتى النواحي المالية هذه يفترض أنها يعني غير مناقشة، أشياء دارجة تمشي بسهولة ويسر، لا تحتاج إلى أنه ننتظر ونتوقع ونعطي، لأنه الأندية يعني ليست مؤسس حقيقي وليست مجرد شريك في هيئة الدول المحترفين، هي حتى أحيانا يفترض أنه حتى الاتفاقات أنها توافق عليها إذا أخذناها بالمفهوم العام لكرة القدم الاحترافية، أنه حتى مجموعة رؤساء الأندية هذول يوافقون على العقود. هو أحوج ما نكون الآن المرحلة القادمة، ولا كمان أخوي مساعد، أنه لابد يكون فيه اجتماعات دورية حتى لو كانت أسبوعية بين رؤساء الأندية أو مسؤولي الأندية مع هيئة المحترفين، لو الشفافية مو بس في التصاريح أو في إعلان والله سنفتتح لا، في الأمور المالية هي أكثر، هي عصب العمل. فلما أنت تكون شفاف مع الأندية ترتاح. صحيح. أنا هيئة المحترفين متأكد أنها ودها اليوم قبل بكرة تسلم استحقت، لكن في عوائق لابد تطلع عليها رؤساء الأندية حتى لا يكثر الكلام والأخذ العطاء ويشوه صورة العمل في هيئة. طيب.